الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي الجزائريين، أهنئكم بعيد الأضحى المبارك من مكة المكرمة بفجر يوم العيد. قد من الله علي بإتمام مناسك الحج، ذلك الحج الذي نتعلم منه القبلة الموحدة للمسلمين ووحدة جميع المسلمين والمسلمات في هذا اليوم السعيد المبارك. نأخذ منه درس الإخاء كجزائريين، درس المحبة بيننا، درس الوحدة بيننا، درس تمتين جبهتنا الداخلية، درس المحافظة على نسيجنا المجتمعي، درس أن نضع اليد في اليد كلنا كجزائريين.